المحترم الاستاذ احمد ياسين، اخويا الجنرال عم سامع عبد العزيز، مركز تدريب الرجاله اللي بيقول اولاد الشربين وبيقول كل بورسعيد، اخونا المحترم عم احمد طعمون، البحر رقم واحد في الرجوله والادب، اخويا الجنرال عم سامع. يا ربي حكمتك اعشق وينسوني لوحتنا، يا رب يا ربي حكمتك اعشق وينسوني، صبحت تايه ما بين الناس وبقول عالخوخ لاموني، كل تجار الليمون يا بخة. الليمون 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 ساعة اللزوم هد الأعصاب، الليمون صحيتي ايه ده يا جمل. يا ربي حكمتك اعشق وينسوني، صبحت تايه ما بين الناس وبقول عالخوخ لاموني. ايوه ردي عليا يا عم ربيع الشربيني وقال كفاية عليا يا سيس، كفاية عليا حبايب القلب جوم في يوم الفرح جملوني، يا رب اعيش واجامل لهم زي ما جم وجملوني. عليا عم ربيع الشربيني وقال كفاية عليا حبايب القلب جوم في يوم الفرح جملوني، يا رب اعيش واجامل لهم زي ما جم وجملوني. يا رب يا رب يلي خلقت الجمال علشان نقول الله وحدوه، يلي خلقت الجمال علشان نقول الله واحنا كلنا موحدين بلا إله إلا الله. الله الله ما تودينا المولد على الغار ابن الحرام ده، ده غيار. يا رب اشوفك عند بيت سيدنا النبي يلي تفك ايدك للدين وتسمعنا السقفة يا رب. والنبي اللي على النور يطفي لي النور، فقرة نداءات انسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، أنا أعضاء جسمي كلها بتصبر عليكم. في حد قال السقف عيبة يا جدعان؟ يا رب تفرح يلي تفك اليمين والشمال كده أهو، يا رب. يلي
خلقت الجمال علشان نقول الله، واحنا كلنا موحدين بلا اله الا الله. ده اول ما كتب القلم يا ابو رحيم، كتب القلم ايه؟ كتب القلم ايه؟ طب اللي كبيره ربنا يرفع ايده لفوق. عشان ابو العريس جايلك اهو، جايلك اهو. معاك يا معلم شوية على الجنب اليمين وشوية على الجنب اليمين، وربنا يجعلنا جميعا من اهل اليمين. قول امين. يا اهل بيت النبي يا اكرم الكرماء، صل على سيدك النبي. يا اهل بيت النبي يا اكرم الكرماء، الجد اعظم نبي وسادة العظماء، سيدنا الحسن والحسين هم سادة الشهداء. لو اللي جنبك راجل جدع زيك ارفع ايدك الاثنين لفوق، ارفع يا حرام. اضرب روح يا ابو انس عشان فرحة اولاد عم ربيع الشربيني. البدلات امريكا العرب انصف عليها. يا رب الله. تشوف الحاجة. ايوه اكل. ايوه ايوه لطلق فين تاني طيب، فين تاني طيب. ارفع لي المايك والنبي اشارة من عندك، من عندك. ها انت كده سامعني يا ابو انس يا قلب اخوك؟ طبعا احنا بنقول احنا من غير الاب زي ازازة السفن اب، ومن غير الام حالنا يغم، ومن غير الاخ مسيلي على عمك بخ. كله من ابو العريس عم الحاج ربيع الشربيني. لو انت ابوك وامك في الجنة قوم اقف معانا ربع دقيقة. لو انت عاوز تشوف ابوك وامك في الجنة قوم اقف ربع دقيقة. لو عاوز تشوف ابوك وامك ارفع ايدك الاثنين لفوق. ابو العريس وكل اخوات عريس الليله.